صباحكم، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ هاي البي وابنه عم يعملوا رياضة. حياتي معه كانت كتير حلوة، مش شوي. وأنا يعني هذا حسيته من بعد ما فقدته كمان. بابا كان هو كل شيء. ثروة الحياة، تعيشوا الحياة؟ ثروة الحياة كل معنى الكلمة. ثروة عاش يتيم وهلأ أولاده يعيشوا يتم. هو كان يتيم الأم وإن يتم البي. كان إلنا 15 سنة ناطرين يعني الولد الثاني، وبتعرف يعني بعد 15 سنة بصير تفقد الأمل. الله أراد إنه يطعمنا. يعني نهار الأربعاء كان، أنا بلشت بشهر الرابع، كنت أنا وثروت يعني عند الحكيم وأنا صبي، صرنا نحضر إنه حاطين على الضيعة نقضي العيد ونحضر مثل حفلة هيك صغيرة، وبتعرفي بالون قالوا كذا عشان نخبر أهلي. وين بابا؟ وين بابا؟ إيه صباحا. سميته ثروت لأنه بالنهاية بتسميه على اسم بيو عشان يضل اسم بيو عايش. وثروت بيسحق أكتر من هيك. الشهيد ثروت حطيت، موظف بشركة استثمار مرفق بيروت بقسم الحرس والحماية. للأسف كان تقريباً الموظف الوحيد المسؤول عن الإطفاء تحت مرفق بيروت. مرفق طويل عريض، في شخص واحد بيتولى مسألة الإطفاء. ثروت كان أخذ إجازة له 10 أيام، 3 ثروت نزل على الشغل. نهارتها هادي أول مرة بقول له لبيو أنه ما تفل، ما تروح على الشغل. بالضبط حكاني ثروت فيديو كول واتساب الساعة 6:04 لا عم يركض ثروت وورا نار وفي سيارة تعول فوج الإطفاء اللي برا. ما هو عم يحكينا بيفصل الخط. بين ما حكاني وبين هذا يمكن في شي دقيقة دقيقتين، ما طلعت من المحل أنا لو سمعت الانفجار. صرنا نسمع إنه في انفجار طلع بمنطقة معوض بالضاحية. ما بيبرق حدا من أصحابي بيقلي الانفجار على مرفق بيروت. أول شيء ضرب براسي ثروت. هلا دقله ما يرد علي على الخطين، هو معه كان تليفونان. لحد ما دق خط من خطوطه اثنين. لما دق هذا الخط أنا يعني حسيت براحة شوي، بس ما حدا عم بيرد. قلت أنا أكيد هو مشغول تحت، يعني بعرف شغله شو هو، يعني أكيد مش حيكون فاضي يرد. هلا أنا بعرف مركز بابا وين، فأنه شفت إنه العنبر رقم 12 بعيد عن المركز تاول، فأنه قلت إنه روق. بس طلعت ماما وقالت لي إنه حكيت معه وهيك، فإنه بلشت حلل براسي قبل الانفجار حكيت معه، كان هو عم يركض، فإنه كان حد الانفجار ما كان بالمركز. ثروت كان هونيك بالعنبر، يعني أنا عارفة إنه ثروت راح، بس إنه واحد بصير بيقنع حاله إنه بيعطي أمل. إنه شو بدي أعمل؟ المنطق بيقول اتوجه للمستشفيات، أنا بسمع الجرحى عم يهضوا على المستشفيات والقتلى عم يهضوا على المستشفيات. أول مستشفى توجهت لها هي مستشفى أوتيل ديو، لأن عرفت أكثر شيء عم بيصبوا عند الجرحى. صرت من طبيب لطبيب، من ممرضة لممرضة، وين الأسماء اللي عندكم؟ ثروة تحطيت؟ لقروا ما في ثروة تحطيت. آخر شيء يقولوا فوت مثلا دور بين القتلى الموجودين جوا. هلا إحنا عشنا أيام الحرب وشفنا كتير، بس إنه واحد يقلب واحد ليشوف إذا هو خيه أو لا مش هينة. فت الطوارئ، اقلب هيدا قيم هيدا واقلب هيدا. هلا أنا عم أقول إن شاء الله لا، إن شاء الله لا، إن شاء الله لا، دايما أنا عم بعمل هيك. ما طلع حدا منه. أنا حسيت باستحالة نلاقي حدا هون. انتقلنا لمستشفى تاني لمستشفى تالت، قد ما فيني أبرم برامي لحد ما صار تقريبا شي ساعة واحدة بالليل وما في شيء.
هلا للاسف يعني انا عندي احد القرايب بيشتغل باحد اجهزه امن الدوله، بيتصل فيني باحد الايام بيخبرني التقى جزء منه، ما بدي اذكر الجزء اللي التقى، وهذا الجزء بدل على وفاته. قال لي ابراهيم انا عم بحكيك، انا بعرفك زمان وبتتحمل وهيك. قال لي بلش هي الاجواء عندكم. يعني تخيلي خيي بدي تلقى الخبر واخفيه بما هي الاجواء. قال لي بلش هي الاجواء. لقيتني يومين كاتم الخبر. والأحلى من هيك بيجيني خبر إنه في جريح بالمكان الفلاني أو جثة بالمكان الفلاني، روح لشوفها حتى ما يعرفوا اللي حواليه بالخبر. واحد عم كذب على حاله، عم يلعب على حاله، لحد ما آخر شيء وصل الخبر، ما في شيء بالخبر. هو ضل تقريباً 6 أيام لحتى نحن عرفنا، فإنه كانت هالست أيام تجهيز نفسي لإنه يعني إنه خلص ما في. بس نخطفه خطف بكل معنى الكلمة، خطف 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 خطف. هون أسوتها. وليش؟ لأنه الولاد حرام. أنا وعدته بدي أخذ طاره. إذا القضاء ما أعطانا حقنا حناخد حقنا بإيدنا. تهديد، حناخد حقي بإيدي. من أول مسؤول بقدر طاله، ما بقدر طاله مسؤول بقدر طاله أولاده، ما بقدر طاله أولاده بقدر طاله خيه ابن عمه. بدي أشفي غليلي ومثل كتار. هو حلمي اللي أنا خسرته، هو نور عيوني اللي انطفى. أنا خسرت جسد بلا روح وراح صار. تعرف شو يعني العيد وانت غبت بس عيد عني قريب بعيد بحكي كل شوي يعني انت كل الحكي يعني بقي بس البكي يعني ألف دمع وقبر فون ألف شمع وقهر يعني ما عاد في بيت كل الحكي يعني بي بس البكي يعني ألف شمع وقبر فون ألف دمع وقهر بقول له يرجع. نعم أرجع لحياتي. مظبوط.